بدعم من الفردوساني وبحضور عدد من الكتاب والشخصيات الثقافية، نظمت مديرية الثقافة والفنون في إدارة زاخو المستقلة مراسم حفل توقيع عدد من الكتب التي تخص قضايا في إقليم كردستان. تقيم مديرية الثقافة والفنون بزاخو بالتعاون مع الفرع الثامن للحزب الديمقراطي الكردستاني أمسية أدبية يتم فيها تقديم والتعريف بأربعة كتب لكتاب من مدينة زاخو وأحد الكتاب من كردروج آفا يعيش بالخارج. هذه الكتب الأربعة تم التحضير لها وطباعتها بدعم من الفرع الثامن للحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو دعم مشكور ويحسب للفرع دعم الكتاب خاصة في مدينة زاخو. في هذا حفل توقيع أربعة كتب، الكتاب الأول هو من تأليفي تحت اسم العيش خارج التاريخ. يتضمن هذا الكتاب أو محتوى هذا الكتاب، يعني أريد أن أوضح كيف لماذا تقدم الآخرين وتأخرنا نحن الكرد، والسبب الرئيس في ذلك. طبعا تحدثت بالتفصيل في هذا الكتاب عن هذه الأسباب، بس ولكن السبب الرئيسي هو عدم وجود دولة كردية مستدامة يعني مستمرة على عهود وسنين، مثل دولة الخلفاء ودولة العباسيين والأمويين والعباسيين يعني وإلى آخره. لم يكن للكرد ذلك الكيان السياسي الذي يمكنهم من إنتاج المعرفة والمساهمة في الحضارة الإنسانية.